مساكم الله بالخير، ان شاء الله تكونون كلكم بخير وبصحه وسلامه. اليوم الخميس الونيس، ان شاء الله الكل طلع ونس عياله وراجع يستمتع بسيجار. اليوم البوست عن عملاق من عمالقه السيجار اللي هو ارتورو فوينتي، 100 سنه من الكفاح والبدايه من الصفر والرجوع مره اخرى والبدايه من الصفر عشان يطلع لنا سيجار من اجود انواع السيجار الدومينيكاني. ارتورو فوينتي طلع من كوبا في 1902 عشان يروح امريكا، وصل لمنطقه اسمها كي ويست عشان يوصل لتامبا او بداخل تامبا منطقه اسمها ايبور سيتي. ايبور سيتي هذه المنطقه انشاها تاجر اسباني لتكون تجمع لصناع السيجار وتحديد سيجار الكوبي. انشا في سن ال 24 ارتورو فونتي مصنع صغير عشان يصنع سيجار كوبي ويبيعه، وبدا مشواره من طبعا مثل ما قلنا وصل ارتورو فوينتي لايبور سيتي. ايبور سيتي هي مدينه انشئت 1885 على يد تاجر اسباني يجمع كل العمال اللي يصنعون السيجار في مكان واحد. ارتورو وصل وما بجيبه ولا فلس، بس عنده حلم حب يحققه، سواله معمل صغير لتصنيع السيجار وبدا يشتغل بس بالكاش. في 1912 صار عنده 500 عامل يتعامل مع التباكو ياخذه من كوبا. في 1924 بدت اول كارثه، احترق مصنعه بالكامل في كوبا وخسر كل اللي سواه وكل اللي بناه، ورد مره ثانيه على اساس يعيد الكره ويتاجر من جديد. فبنى مصنع صغير داخل بيته في الباك يارد، بدأ يتعامل بصناعة السيجار أول بأول اللي هو حق اللي داخل المنطقة بس مثل تيك أوي. طبعا مثل ما قلنا أرتورو فوينتي يا له ولدين اللي هم أرتورو فوينتي جونيور وكارلوس، وهذا كان عامل مساعد له في عملية شغله في مساعدات له، لأنه كان يشتغل من البيت فكانوا يساعدون الأولاد بعد ما يوم المدرسة في لف السيجار، ويساعد هو وزوجته وعملية بيع الكاش لتوفير المبلغ. كارلوس كان وايد من المهتم بالسيجار أكثر من أخوه أرتورو فوينتي. في 1953 كارلوس تزوج من صديقته وطلع يشتغل برا في محل فطاير، بس ظل في تواصل مع أبوه. في 1954 ياله ولد سماه كارليتو. بعدين أبوه قرر في 1956 إنه يحول المصنع كله باسم كارلوس. رفض كارلوس بالبداية، قال لازم أصيب أخوي أنا أشتري منه وشراب دولار، وابتدأ المشوار في عملية شغل السيجار. في 1962 قدر كارلوس يحصل على كمية تباكو من كوبا بأسعار وايد ممتازة، فشرى الكمية تقريبا 200 دولار الخيشة، فشرى الكمية كلها وحولها لميامي. بدأ ينفذ التباكو اللي موجود واللي صنعون منه السيجار اللي ياخذونه من كوبا، هما ضربة وضربة مع انه هو كان يحاول يبيع وابوه كان يرفض، لغاية ما قرر أرتورو فوينتي انه يبيعون سيجار وطلعوا مبلغ وقدره ساعدهم على تنمية صناعة السيجار من البداية. طبعا في 1963 قرر أرتورو فوينتي يسلم الشغل كله لكارلوس على اساس هو يدير العملية وهو يطلع برا ويعتبر متقاعد. وطبعا في 1973 توفى أرتورو فوينتي سينيور وخلف وراه تراث من السيجار يقوم فيه كارلوس وكارليتو. طبعا بعد الثورة في كوبا صار صعوبة انه يحصلون اللي هو التباكو او ورق السيجار من كوبا، فصارت عملية صعبة، اتجهوا لبورتوريكو. من بورتوريكو هم نفس العملية اتجهوا الى المكسيك. العملية كانت ما هي مجدية وغالية، لغاية بالأخير في 1974 راحوا حق نيكاراغوا بدأوا يستقرون هناك وسووا لهم مصنع. لغاية بال 1978 صارت الثورة وحرقوا لهم المصنع بالكامل. طلعوا من نيكاراغوا راحوا هندوراس، ظلوا فيها فترة وصارت فيها الثورة وهم حرقوا مصنعهم، واضطروا يطلعون بهدومهم بس ويرجعون مرة ثانية إلى تامبا. قاعد يفكر بينه وبين نفسه وقرر أخيرا إنه يروح دومينيكان ريبوبليك يسوي لكويديشن حق كل فلوسه ويروح يبدأ من الصفر في الدومينيكان.
طبعا هذا اللي هو أرتورو فوينتي دون كارلوس، هذا أول إصداراتهم، يعتبر من الخطوط الأساسية اللي هو الأرتورو فوينتي دون كارلوس. طبعا سايزات مختلفة، في روبوستو، في توربيدو، في البتيت روبوستو. بعدين عندنا اللي هو الرزادو، هذا هم إنتاج في سايزات 52, 54, 56, 58. بعدين عندنا اللي هو الأنيخوز، وهم بعد سايزات مختلفة، هذا الشارك، هذا الأنيخو شارك. وعندنا بعدين الأنيخو العادي اللي هو مو بوس رست، يي مادورو ويي ناتشرال. بعدين عندنا اللي هو الهيمينغواي، يي شورت ستوري، بتوين ذا لاين، بيرفكت ستوري، انتولد ستوري، كلها سايزات مختلفة بالنسبة للخطوط، الخطوط العادية لأرتورو فوينتي. اليوم راح ندخن الدون كارلوس مثل ما انتم شايفين، او التوربيدو، او يقولوا له نمبر 2. طبعا الانتاج القديم حق أرتورو فوينتي لحد الان ما في شيء موجود، كلها الانتاجات الجديدة مالت أرتورو فوينتي اللي راويتكم إياها مثل ما قلت لكم. طبعاً أرتورو فوينتي وصل الدومينيكان ريبوبليك مع $5,000 بس من تسهيل كل أموره وفلوسه، شرى المكان وبدأ يأسس لخط جديد وصناعة جديدة مع الفكر ماله والحلم اللي حب يتحقق. بدأ المشوار وبدأ ياخذ تباكو من برا ويصنع، لغاية ما يولى مجموعة تجار فرنسيين قالوا له انت وين رايح؟ بدون رابر كوبي ما راح تقدر تشتغل. فيا كارليتو وحط الفكرة في راس ابوه كارلوس انه لازم نزلع الرابر في الدومينيكان ريبوبليك، وهذا كان تحدي كثير موجود انه صعبة انك تزرع الرابر في الدومينيكان ريبوبليك. وبدأ المشوار في 1988 تجربة زراعة الرابر في الدومينيكان ريبوبليك. في 1992 اول قطفة كانت وايد تعيسة، القطفة الثانية قاموا بتخزينها لمدة 3 سنوات، سووا لها ايجينج، وهذه اللي هو بروجكت اكس اللي طلع منه اوبس اكس، سيجار اللي حطم كل المقاييس وصار له معجبين كثير وصار من أجود أنواع السيجار. قاموا ينتجون منه بسايزات مختلفة، منه التوربيدو، منه الروبوستو، منه التشيرشل سايز، ينتجون تقريبا 750,000 سيجار بالسنة. إنتاج الأوبوس إكس مثل ما قلنا 750,000 سيجار بالسنة، ما يزيدون حتى سيجار واحد عشان يحافظون على الكواليتي ويحافظون على سعره ويحافظون على الكونستركشن ماله والفليفر والأروما. التزموا بهذا الرقم. بعدين طلع لما سووا فيلم اللوس سيتي قاموا بزراعة نفس التباكو حق الفيلم، ويا أندري غارسيا قال لهم لازم هذا السيجار نقطفه ونبيعه حرام انه ينقط، فاقطفوه وسووا منه السيجار وطلع الأوبوس إكس لوس سيتي اللي صار من أندر أنواع السيجار ولمحبين ويدورون أدواره بأسعار غالية. مشى الأوبوس إكس وصار سيجار مفضل للجميع، وبدأ النجاح ورا النجاح لأرتورو فوينتي، لغاية في 1998 ضربهم في 1998 مثل ما قلنا ضربهم عصار جورج، جاب آخرها آخر ضربة قاسمة لشاتو ديو فوينتي، دمر المزرعة بالكامل في الدومينيكان، ورجعوا مرة ثانية من الصفر. يا إحساس باليأس لكارلوس، بس كارليتو ظل دايما عنده الشجاعة اللي كانت عند أبو أرتورو فوينتي أو يده، قال لا لازم نصمد ونعيد بناء دي فوينتي مرة ثانية، وعادوا بناءها مرة ثانية من الصفر. عائلة مثل هذه تعرضت لكل هالضربات وظلت سامدة،
مئة سنة من الكفاح لازال ينتجون الرابر في الدومينيكان للأوبوس إكس ولجميع الأنواع. وراح أرويكم بعض الأنواع الجديدة اللي أنتجوها. والأوبوس إكس لازال يعتبر في الصدارة مع أنه عندهم تشكيلة كبيرة لكل الأذواق. بجانب خطوطهم بعد طلعتهم من معمعة 1900 ومن إعصار جورج بدأ الإنتاج من جديد ورد الخط مثل ما كان. وهذا الأوبوس إكس الباور رينجر أحد أشهر الأوبوس إكس. وبعدين طلع الخط الثاني اللي هو الجاد أوف فاير، خط كامل كله ليميتد إديشن، بدأ من 2006 لغاية الآن إنتاج كله إيج على الأقل كله معتق لمدة سنتين. وعندك الخط الثاني من الجاد أوف فاير بعد نفس العملية، بجانب آخر إصداراتهم اللي هو آي أوف شارك. هذا آخر إصدارات أرتورو فوينتي لآي أوف شارك، وظلوا على عهدهم إنتاج بكونستراكشن بقوة بفرايتي من الفليفرز بمزاج صح. عندك الخيارات من الخفيف للميديوم للفل، وعندهم شطارة بالفل. مثل ما قلنا عندهم كل الفئات، حق المبتدئين، حق الوسط، حق الفل. ووصلوا بمرحلة الفل انهم يوازون بقوة النيكاراغوان فل، مثل ما عندكم الانيخو شارك، مثل ما عندكم الاي اوف شارك، عندك الانيخو مادورو. وهذه حق المدخن السيجار المحترف اللي يبي سيجار يكون قوي. الدرو دائما عندهم ممتاز، ما في مشاكل درو. الكونستراكشن دائما ممتاز، وشوفوا شلون الاش او التتن ماله وايد ابيض. بالنسبه للاسعار، اسعارهم حق كل الفئات، يبدا من الرخيص لغايه الغالي. الاوبس اكس طبعا هذه اسعاره خطيره لانه وايد غليل، مثل ما قلنا ملتزمين ب 750 الف سيجار سنويا، لا يزيدون ولا شيء. بجانب الاصدارات الجديده واخر اصدار، مثل ما قلنا اخر اصدار كان الشارك، قبله كان ال 20 انيفرساري اللي هو ثلاث انواع اللي هو بليف فادر اند سن اند جاد ويسبر. بليف فادر اند سن اند جاد ويسبر هذا اللي هو 20 انيفرساري. هذا الاصدار نزل بعد ما نزل الشارك وكان كميات وايد محدوده، البوكس يجي في 20 سيجار، فدائما متجددين خاصه بعد احتفالهم بالمئة سنه وتولي كارليتو بعد وفاة أبوه الله يرحمه كارلوس. صار هو الكل بالكل، شخصية وايد متميزة، دائما يحاول قدر المستطاع أنه يجدد ويحافظ على المشوار الطويل اللي بدوا مع بعض من 1902. أتمنى هذا البوست يعجبكم، أتمنى أنكم تجربون هذا السيجار دون كارلوس. كبداية وايد ممتاز، الدرو ماله وايد حلو. بالنهاية إن شاء الله يكون خميسكم ونيس وتستمتعون في سيجار طيب من اختياركم. أتمنى هذا البوست يكون عجبكم، الديتيل بالنسبة لعائلة أرتورو فونتي وشون بدوا وشون وصلوا وشنو سيجار طيب يقدمونه لنا، إن شاء الله يعجبكم كل الديتيل. أي أسئلة أنا حاضر أرد عليها. بالنسبة للسيجار البريتي مثل ما قلنا حق الجميع، كل واحد يجرب اللي يعجبه ويشوف شو اللي يناسبه ويقرر، لأن بالنهاية السيجار مسألة ذوق ومسألة استمتاع. لكن ما ننسى جودة السيجار وإنتاجه والشركة اللي وراء، دائما عشان أنا أقول الشركات الأهلية اللي تديرها أصحاب الحلال دائما يديرون بالهم على إنتاجه. وأرتورو فوينتي من أحلى وأجمل الشركات اللي تدير بالها السيجار. شوفكم على خير، إن شاء الله البوس يعجبكم. نختمها بالشوكليت، لأني صراحة قررت وايد عليكم ونسيت نفسي.
وسيجار صراحة دون كارلوس من أفضل أنواع السيجار اللي أنا جربتها، ويعتبر كبيسك وايد ممتاز. فإن شاء الله نكون كفينا ووفينا وما قصرنا معاكم، وإن شاء الله دوما أشكركم على التشجيع وأشكركم على الأسئلة الطيبة المفيدة. لذلك أشوفكم على خير، وخميسكم منيس، ودائما تكونون بصحة وبسلامة. شوفكم على خير.